طيب حجين العزيز، أعرض لك اليوم كتاب هو طبعا في تحقيق الوسطية ودفع الغلو، بحوث ندوة أثر القرآن الكريم في تحقيق الوسطية ودفع الغلو، والمؤلف لهذا الكتاب هو اللهم صل على محمد وعلى محمد. المؤلف لهذا الكتاب مجموعة من علماء الوهابية، الآن أمامك إن شاء الله حجين على الشاشة، هذا أخوان الأعزاء، هذا الموسوعة الفقهية بحوث ندوة أثر القرآن الكريم في تحقيق الوسطية ودفع الغلو، هذا مجموعة من العلماء. هنا أخوان الأعزاء، هنا هذا المستطيل هذا أمامكم، يقول فهذه الفرقة المنصورة دائما وأبدا هي التي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، هو يقول ولقد ضمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الفرقة الناجية المنصورة الهداية والسداد والرخاء في قوله في قوله الشريف، يقول إني تركت فيكم وفي رواية خلفت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، وهذا الحديث له ألفاظ متقاربة في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن الدارمي. طيب وين الهامش؟ صاحب الهامش هنا، هنا يشير، هنا أخوان الأعزاء في الأسفل أمامكم، يشير إلى ماذا أخواني؟ إلى سنن الترمذي، لاحظوا إلى سنن الترمذي أمامكم، وإحنا عرضنا كتاب سنن الترمذي عدة مرات، ما موجود فيه لفظ كتاب الله وسنتي، بل الموجود فيه لفظ كتاب الله وعترتي، وليس يعني زورها. نعم حجي، للأسف للأسف هذا أمامكم، يقول في مسند في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن الدارمي، طبعا حتى في سنن الدارمي ما موجود، حتى في سنن الدارمي يعني هذا الكذب سيدنا في صحيح مسلم موجود عترتي وقلبها وسوى سنتي، حتى سنن الدارمي قلبها وسوى سنتي، دارمي تصحيح الألباني حجي إذا تذكر، إذا تذكر هذا رقم هذا الحديث، هذا الحديث أمامكم، هذا العشاشة 3641 في الترمذي في كتاب الإيمان، عرضنا أكثر من مرة هذا بلفظ عترتي وليس بلفظ سنتي، عرضنا أكثر من مرة. طب ما الذي يدعوهم إلى هذا التزوير يعني؟ والمشكلة يزورون على المنبر وفي الكتب، مو فقط على الكتب. نعم حجينا، التزوير هدفه هو حتى لا يتشيع الناس، حتى لا يعرفوا الحقيقة، لأن إذا عرف الحقيقة أن الحقيقة هي كتاب الله وعترتي، وأن النبي صلى الله عليه وآله لم يترك سنة معلومة للجميع في بل ترك السنة عند العترة، لذلك قال كتاب الله وعترتي، فعترتي مكملة لسنة النبي صلى الله عليه وآله، الأمن من الضلال في نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا كما عند هؤلاء قال سفيان الثوري كذا وخالفه فلان وخالفه أحمد بن حنبل وخالفه وخالفه، هذا الكلام، هذا الكلام هو كلام الحق، كلام الحق. حجي إذا تسمح لي حتى لو بالصوت، الآن إحنا عرضنا عدة كتب، عرضنا الغنيمان، وهؤلاء إخواني مو أرقام سهلة عند الوهابية، هؤلاء من كبار علماء الوهابية، عرضنا لكم الغنيمان نفس الفعل فعل حرف كتابه، هم الذين يخرجون المشايخ وشهادات الدكتوراه وهذا للناس. أحسنت حجينا، عرضنا الفوزان، فوزان الآن أكبر علماء السعودية، عضو هيئة كبار العلماء، واضح أخوان الأعزاء، عرضنا كتاب سليمان بن ناصر الطيار، زين أيضا زور الحديث، كلام حسين سليم أسد الداني هذا المحقق الذي هو في الشهرة، هؤلاء يعني مجموعة، أحمد محمد شاكر، حسين سليم أسد، شعيب الأرنؤوط، هؤلاء معروفين على مستوى العالم الإسلامي في التحقيق، في تحقيق الأحاديث والحكم عليها بالصحة والضعف وغيرها. عرضنا، قلنا عرضنا كتاب الفوزان، عرضنا كلام حسين سليم أسد الداني، عرضنا كتاب كلام الغنيمان، عرضنا كلام الطيار، زين هذا البارحة عرضنا كلامه، الكثير منهم عرضنا تقريبا ما يقارب 8 و1 على عرض الحاج وعد، ما يقارب 8 و9، وأنا أريد أختم بالعاشر حجينا
هذا الرجل يتكلم بالصوت وفي الحرم المكي. راح أختصر أقل من 30 ثانية بش على مود مراعاة حقوق الطبع والنشر، بس الصوت ماله أنقل إن شاء الله حجينا إذا تسمح لي. طيب اللهم صل على محمد وعلى محمد. طيب يا طاهر لحظة إن شاء الله حجي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طيب يا طاهر يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم هذا السديس في خطبته عام حجة الوداع: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. أخرجه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه. الله أكبر الله أكبر. أخرجه الإمام مسلم عن جابر. هل هذا هو حديث مسلم عن جابر؟ يعني هذا وين يروح من الله؟ يعني أنا والله سيد المشكلة أقاطعك بالخير، هذا وين الكلام؟ هذا السديس إمام الحرم المكي في الحرم المكي، يعني في بيت الله يكذب على الله، في بيت الله يكذب على الله. وهذا الكتاب ما فيه يا أخواني، يكذبون عليكم في بيت الله وخطيب بيت الله ومعينيته عينته الدولة وما عينته حتى يكذب عليكم حتى يخدعكم. يكذبون عليكم لأنه ما يستطيعون أن ينطقوا أن الصحيح هو كتاب الله واعتدي. وهذا صحيح مسلم. وين خلي يأتي إنسان ويقول موجود كتاب الله وسنتي، وهذا الرجل صادق في البلد الحرام في مكة وأمام جمع غفير من الناس. هكذا هم علماؤكم، هكذا يكذبون عليه. هذا وأمثاله هم الذين كانوا يزوروا الأحاديث في ذلك الوقت. يعني أبو هريرة الدوسي عبارة عن هذا السديس، ذاك الدوسي وهذا السديس، هذا بالصوت وذاك نقل لنا بالكتابة مزورة. واحد يزور إيميلات، واحد يزور أحاديث، واحد يزور معرف إيش. تلينا شلة ما المزورين، الله وكيلك شلة ما المزورين. وإذا نعم تفضل حجي. لا لا العفو ما قاطعك، حسب على كمل. وإذا أراد أن يحرجوه بمعرفة الحق يقول لا أنا أخفيت هذا الوعاء خوفا من أن يقطعوا بلعومي. هو يقول عندي وعاءان إن بثثت أحدهما قطع البلعوم. شنو معناه؟ معناه أنه هو عنده حق من النبي ولكن لا يستطيع أن يبوح به، لا يستطيع أن. لماذا؟ لأنه ضد هذه الأحاديث، ضد من تسلط عليه، ضد ولي الأمر. إذا قال ما قاله النبي يقطعون بلعومه، ومع هذا يقولون نحن سنة. طيب إذا سنة، إذا أنتم سنة، لماذا لا تسمح لأبي هريرة أن ينشر السنة؟ لأنك لا تستطيع أن تتبع ما سينشره التي هي سنة. لاحظت الكذب؟ يقول أنا سني، ولكن أي واحد ينشر السنة أقطع رأسه. طيب أنت ما أنت سني الآن؟ تفضل سيدنا حجينا العزيز. شخصية معروفة جدا ولها كتب ومؤلفات كثيرة ويتبعه الكثير من الوهابية. هذا الشخص له صفحات خاصة في شبكة الدفاع عن السنة، ويكتب ويسأل ويجيب. من هو الشيخ الوهابي المعروف صاحب المؤلفات والتعليقات على الطحاوية والواسطية وغيره؟ عبد الله ابن جبرين. عبد الله بن جبرين حجين العزيز، أنا صورت هذا الموقع تصوير فيديو وصورت كتابته طبعا بخط يده، وفي نفس الموقع شبكة الدفاع عن السنة بل الكذب على السنة، وأعرض لك الآن كلام أمام المشاهدين بخط يده. أخذ دقيقة دقيقتين سيد نعرض الكلام. نعم تفضل. إن شاء الله حجين. أخواني الأعزاء، هذه شبكة الدفاع عن السنة، هذا الأمامكم الآن.
وأرجع الفيديو قليل. هذا هنا هذا الموضوع الذي كتبه هو. شوفوا هنا السؤال، هذا الشيخ عبد الله بن جبريل، وهذا عدد المشاركات ورقم العضوية مالته. طيب، ويقول سؤال: ينكر السنة حديث الثقلين إلى آخره. الجواب هنا هذا كاتب: حديث الثقلين الذي في الصحيحين، هو يقول نقله عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، فلن تضلوا حتى الحديث العبي، يعني حتى سأعوف الثقلين حتى اللفظ، فلن تضلوا ما أن تمسكتم بهما. شلون؟ حديث الثقلين الذي في الصحيحين، صحيحين إخواني، عن البخاري ومسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، فلن تضلوا ما أن تمسكتم بهما. وأما حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم، ففيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به، لن تضلوا بعدي أحدهما كتاب الله، فيه الهدى والنور، فحث على كتاب الله وذكر فيه إلى آخر كلام. هذا الفيديو أخواني أمامكم، وكيف يكذب جهارا نهارا. يعني هسه المشكلة لو واحد كذب، اثنين كذبوا، نقول ما يخالف، زين ثلاثة، يعني مو عشرة من كبار العلماء، ما يقارب العشرة، عشرة من كبار العلماء. هذا أمامكم، أنا موثق الموقع وكتابة ابن جبرين من الموقع، يعني بدقة أمامكم هذا الآن، هذه كتابته، وهذا هذا اللفظ ماله. زين، يقول الذي حديث الصحيح، الحديث الثقلين الذي في الصحيحين، هاي الكتابة باللون الأزرق، هذا هذا يقول عنه صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، فلن تضلوا ما إن تمسكتم بهما. بالله عليك حجي، يعني هذا ابن جبرين، ابن جبرين عالم وهابي له وزن. زين، الفوزان، الغنيمان، الطيار، السديس، بالله عليكم، إذا كان علماءكم كذبة، إذا كان علماءكم الذين المفروض أنه يهدونكم إلى الله تبارك وتعالى، يهدونكم بالكذب، بالكذب على من؟ الكذب على رسول الله، الكذب على رسول الله. شنو أخواني الكذب على رسول الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مفلسون سيدنا، مفلسون، هذا هو السبب، لأن ما عندهم دليل على أئمتهم، ما عندهم دليل. لو حجينا الإنسان، إنسان نقول يعني إنسان غير عالم، نقول هذا الرجل يمكن معذور، بس هذا كذب متعمد، لأنه يعرف الحق، يعرف الحق ويكذب. الله المستعان. طيب، خلي أخذ الأخوان، تفضل.